أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باندلاع اشتباكات بين قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين أثناء اقتحامها مدينة طوباس وبلدة طمون في الضفة الغربية. أوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس من الشرق، حيث دارت اشتباكات عنيفة لتقتحم بعدها بلدة طمون التي تقع إلى الجنوب من طوباس، وتندلع مواجهات مع مسلحين فلسطينيين. كما داهمت قوات إسرائيلية منازل عدة مواطنين.